تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة والأسماك والتمور وبأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك. وعقب الجولة التفقدية عقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة لقاء موسعا مع التجار وناقش معهم آليات لضبط الأسعار في السوق باعتبار أكبر الأسواق أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة. سمعنا أسعار كتير جدا بتزيد، والأسعار ب 150 جنيه و 140 جنيه وكلام كده، وبس أنا الطماطم ب 20 جنيه. فجينا نشوف على أرض الواقع هل الكلام ده موجود فعلا في سوق الجملة ولا مش موجود، هل ده موجود فعلا الأسعار دي موجودة ولا لا. سألنا التجار قال لك لا، إحنا بنشتغل على العروات، وإحنا طبيعي جدا بين العروة والعروة بيبقى فيه فرق سعر، لأن الحتة دي مبقاش فيها البضاعة فيها موجودة كاملة. يعني لو في وقت العروة نفسه هيبقى السعر مختلف عما يكون وقت ما فيهوش فيه عروة. احنا قعدنا سمعنا معاهم وشفنا الاسعار، نزلنا هنا فعلا على ارض الواقع لقينا زي ما انتم شايفين، وكنت معانا سعر الطماطم زي ما احنا شايفين ب 6 جنيه ونص، البتنجان ب 3 جنيه ونص، البطاطس ب 4 جنيه. على فكره دي اسعار اللي بقولها دي احسن انواع واجود انواع عندهم في السوق. النهارده لما تفقدنا السوق يعني لقينا ان الاسعار مناسبه جدا، والتجار الكبار التجار التقينا بيهم، ولقينا فعلا عاملين تخفيضات كبيره جدا، وهو سوق جمله. ولكن احنا هنا بنناشد تاجر التجزئه اللي بياخد من السوق هنا ان هو يعني يبقى فيه هامش ربح، ولكن هامش الربح ده يبقى بالمعقول ويتناسب مع المواطن ويتناسب مع القيمه اللي هو خدها من سوق الجمله، وده اللي بينعكس بالتالي على المواطن.